مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، جدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة لشوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا العشرين الذي انطلق بهذه اللحظات الخاصة. هذا الشوط أيضا هنا بالإذاع البكار لأيضا أبناء القبائل الأرضية هذا الميدان في هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف أمير البلاد المفدى. نتابع هذا الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع هنا الحائز على الصدارة وعلى المركز الأول راشد بن عبد الله، هنا أيضا ابن زيد ابن محسن في هذه اللحظات، راشد بن عبد الله بن زيد بن ليله المري على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتينا هنا نيران لمحمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري على المركز الثاني، وفي المركز الثالث غلا لعبد الهادي بن حمد بن محمد بن مجروم المري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع تأتي النصيبة على المركز الرابع هنا لسيف بن سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، وفي المركز الخامس فيض حمد بن سيف بن معبد المشغوني من ينطلق بفيض على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل في التحديات في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول هنا، وأظن الشعار شعار بن نايف في الصدارة. نعم، الدوحة، الدوحة لعبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، هي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط تنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك القدوم في هذه اللحظات والتسلل، فيض القادمة من الجانب الآخر تتسلل من مركز إلى مركز، هنا حمد بن سيف بن معبد المشغوني من تتسلل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث نيران هنا بهذا الانطلاق محمد بن جار الله بن حمد بن ذرمان المنطلقة، والوصول من قبل غلا عبد الهادي بن علي بن مشروم المري، ومن الجانب الآخر هناك على المركز الخامس والمنطلقة النصيبة لسيب السلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي من تأتينا على المركز الرابع في هذه اللحظات، والتسلل من الجانب الآخر، التسلل هناك أيضا من الدكتورة علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي من وصلت بهذا الأداء المميز الجميل. هذه هي مشاهدينا الكرام الأسماء، الصدارة والمقدمة المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مع الدوحة المسيطرة على زمام الأمور، عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الدكتورة على المركز الثاني، علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي من تأتي على ثاني المراكز، وفيض في المركز الثالث، حمد بن سعيد بن سيف بن معبد المشغوني عفوا من تأتي على المركز الثالث، وأرى التسلل من الجانب الآخر، نوادر سالم بالعود بن حمد بالعود العامري من وصلت في هذه اللحظات بهذا الانطلاق النصيبة على المركز الخامس، سيف بن سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، خماسية جميلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بدأت الأسماء هنا بالتسللات، بدأت الأسماء بالتحديات
والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. نوادر من غيرت على صدارة، نوادر على المقدمة، ولكن أرى عادة الدكتورة العلي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي هنا دكتورة بمعداتها أيضا وإسعافاتها الأولية على صدارة وعلى المركز الأول. نوادر في المركز الثاني، سالم بن العود بن حمد بن عود العامري المركز الثالث، غلا العبد الهادي بن علي بن مشروم المري على المركز الثالث، وأرى التسلل اعتبار لمحمد بن ياسر بن علي العفاري من انطلقت في هذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل الوصول هناك شديدة. سلطان بن السيل بن محمد بن درويش المزروعي أيضا من الجانب الآخر تتسلل إلى المركز الرابع، في هذه اللحظات. المركز الخامس النصيبة لصيب سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي من تأتينا على المركز الخامس، ولكن بعود إلى نوادر. نوادر على صدارة، نوادر على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سالم بن عود بن حمد بن عود العامري المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. اعتبار في المركز الثاني، محمد بن ياسر بن علي العفاري، وهنا شديدة القادمة لسلطان بن السيل بن محمد بن درويش المزروعي. وصلت كذلك النصيبة سيف بن سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، واسم جديد يصلنا هنا الوثبة، وصلت بأول نداء لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي القادمة على المركز الخامس، ولكن الصدارة مع نوادر، على المقدمة، نوادر على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نوادر سالم بن العود بن حمد بن عود العامري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة ملحن الجميل هنا من يتابعها بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثاني النصيبة سيف بن سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، والقادمة اعتبار محمد بن ياسر بن علي العفاري، ومن الجانب الآخر الوصول في هذه اللحظات. هنا الوصول في هذه اللحظات من شواهين محمد بن راشد بن زيد بن محسن بن ديله القادمة، والله ذيبة المبارك من أحمد بن خزع بالعثة بالهركي العمري، سلام هنا 700 متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. يا سلام هنا الانطلاق التحدي من الذيبة من انطلقت على الصدارة على المقدمة لمبارك بن أحمد بن خزع بالعثة بالهركي العامري على الصدارة على المقدمة. نوادر على المركز الثاني، سالم بن عود بن حمد العامري، والنصيبة على المركز الثالث سيف بن سلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي، والقادمة هنا أول نداء لغزلان محمد بن خليفة بن خميس العمري على المركز الرابع، ولكن التحديات جميلة هنا من ثلاثية جميلة نوادر والنصيبة، وهناك أيضا ذيبة، ولكن نوادر سلام مدينة العيل، سلام بدولة الإمارات، سالم بن العود بن حمد بن العود العامري على هذا الفوز الجميل لنوادر. نوادر النقاية من دانات الربيب تختم هذا الصباح المميز. النصيبة لسيف السلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي المركز الثاني، أما المركز الثالث ذيبة المبارك بن أحمد بن خزع بن هرقي العامري، ووصلت هنا غزلان محمد بن قليبة بن خميس العمري. وفي المركز الخامس من حاف لمحمد بن حمودة بن تركي لقتبي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود بالتهنية هنا أيضا سالم بن عود بن حمد بن عود العامري على هذا الأداء المميز الجميل.
تهانينا لكافة أيضا بنهاب العود على هذا الأداء المميز وتسجيل نوادر التحدي والإثارة وتوقيت الزمني من مخرجنا أحمد السادة من يتابعنا هذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا لحظة وصول إذا النوادر إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس. هنا الملخص لهذا الشوط والتوقيت الزمني 9:26 سبعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجلته، بينما المركز الثاني كانت نصيبة لسيف السلطان بن مطر بن عبد الله النعيمي 9:28 وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني. الذيبة من أتت على المركز الثالث لمبارك بن أحمد بن خزع بالعث بالهركية العامري 9:29 وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني. تهانينا والناموس. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام لهذه النتيجة نصل إلى ختام أشواط هذا اليوم في هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. تابعنا الأشواط وتابعنا الشوط الرئيسي الأول وكان معون لعتيق بن محمد بن زيتون المهيري شعار المجازف بالتوقيت المميز 9:13 سبع أجزاء من الثانية. نهنيه على هذا الإنجاز المميز معون صاحبة الشوط الرئيسي الأول. بينما الشوط الرئيسي الخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات ذهب الفارس مهديا السلامات إلى المملكة العربية السعودية بشعار محمد بن بخيت الزعيري المري بتوقيت وقدرة 9:15 بدون أجزاء من الثانية. نهني جميع الفائزين في هذا الصباح. نذكر متابعينا الكرام بأن انطلاقات أشواط المساء سوف تكون في تمام الساعة 1 من بعد ظهر هذا اليوم. أشواط الرموز وأشواط الفضة الخاصة لأبناء القبائل في الفترة المسائية. وفي الختام تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة الريان في الإخراج أحمد السادة ومحمد فيضي، وتقبلوا تحيات اللجنة المنظمة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وتقبل تحيات محدثكم بدر العتيبي. دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.